النهارده في قصه كنت حابه اشارككم بيها. انه مره كانت في ام عندها طفله عمرها 3 سنين ونص وراحت على المستشفى، وكانت طبعا هي حامل وجابت توأم، كان توأمين زي القمر. لما جابتهم على البيت بعد مرور كده اسبوعين، طبعا الطفله الكبيره هي واعيه وواعيه لاستقبال يعني اخواتها وكذا والمولود. طبعا للاسف كان في غرفه النوم كانت حاطه الام التوأمين على السرير تبع غرفه النوم اللي جنب الشباك يعني، وكان طبعا الشباك مفتوح بتهوي الغرفه. الطفله عندها المقدره طبعا 3 سنين ونص، طلعت على السرير مسكت اخواتها الاثنين التوأم وراحت رميهم من الشباك. طبعا يعني رحمه الله عليهم حصل حادث الوفاه، وراحت بكل بساطه وبكل براءه قالت لامها ان الالعاب اللي انت جايباها معاكي من المستشفى انا خلاص رميتهم من قلب الشباك. طبعا اكيد يا دكتوره بيمر عليكي حالات صعبه زي دي كتير جدا جدا. انا عايزه اقول لك ان اكتر حاله محركانا النهارده للدرس ده خصوصا هي حاله يعني كانت عندها طفل اول، احنا كانت والده معانا طفل اول، وفي الحمل الثاني في طفلها الثاني دلوقتي بدانا نشوف تغيرات ما كانتش بتحصل قبل كده في حملها الاولين. بدا ضغطنا يعلى، بدا دايما مشدودين، دايما اعصابنا تعبانه، دايما في ارهاق غير مبرر. فاكتشفنا ان القصه ليها علاقه بالتربيه بتاعه الطفل، عندنا مشاكل في الطفل العنيد، الطفل اللي بدا الطفل الاول اللي هو مش متقبل، رافض فكره ان امي حامل وهتجيب بيبي وانا، فهو متشنج فعاكس على الام، فبالتالي بقى عاكس على حالته الصحيه وعلى كل جداً حاجه جدا جدا. وده مأثر معايا جدا كطبيب نساء واولاد، الموضوع ده مأثر معايا بشكل كبير. فيعني الموضوع للاسف ما ينفعش ان هو يعدي كده طبعا. لا هو الموضوع خطير، يمكن حتى القصه اللي انا حكيتها في البدايه ده موضوع خطير وصادم. طبعا انا مش عايزه اوصل للناس انها يخافوا، بس لا، احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا الثقافه الواعيه ان احنا ازاي نحترم مشاعر الطفل الاول، وازاي ان احنا نهيئه بشكل علمي وبشكل معرفي انه نفسي، انه علشان ان هو يبدا ان هو يتقبل فكره دي بالنسبه له صدمه. احنا حاطينه فعلا من ضمن الخطوات اللي بناهل البيت بيها في ليله ما قبل القيصريه. المفروض ان ما تبقاش هو ده درس لوحده، وهيلاقوا الرب بتاعه، هنلاقي الرب بتاعه موجود في الدرس او هنلاقيه في اعلى الشاشه. لكن الاهم من ده كله ان الموضوع للاسف مش ليله واحده، يعني ما ينفعش ليله قبل القيصريه بس لو اقول لهم انا اروح اجيب لكم ضيف تاني يشارككم في البيت وبس. اكيد طبعا في مقدمات وفي حاجات تانيه الاخص بيها هم اهل العلم، اهل العلم التربوي والحاجات دي. انا بشكر دايما خطوتك يا دكتور هام، احنا عندنا هنا في يعني في عياده حضرتك ان احنا دايما يعني كتف بكتف، يعني هي الرعايه الصحيه البدنيه للمراه، احنا نموت ان شاء الله الارشاد التربوي والاسري والنفسي للمراه وحتى لاسرتها بشكل عام. طيب انا عشان ما نطولش عليكم، احنا عايزين نتكلم على مساله تهيئه الطفل الثاني لاستقبال المولود. طبعا اول حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه الام، انا كأم عايزه احضر بقى انا البيت بتاعي ده، اطفالي اللي جايين دول تمام، للطفل الجديد اللي انا هرجع بيه من المستشفى فجاه كده، وشاركهم في بيتهم، شاركهم في اوضتهم، شاركهم في حناني وفي اهتمام الام، وشاركهم في كل حاجه. طبعا بغض النظر كان هي عندها كام طفل او قبل كده، يعني سن طفل اول ثاني ثالث، او هي عندها طفل واحد تمام. فليه انا بتكلم؟ اول حاجه لازم تسلح بالمعرفه، تعرف سمات المرحله العمريه اللي بيمر بيها ابنها. يعني مثلا هدي امثله، يعني لو كان مثلا عمره من سنتين ونص لثلاث سنين، طبيعي اصلا هو لو حتى ما كانش في طفل يكون عنده شعور بالانانيه، شعور بالغيره، شعور بالاستحواذ للام، ان هو عايز يكون المحور. فلازم دي تكون حاطه في اعتبارها انه اي سلوك هيعمله الطفل مع اخوه ده هيكون ضمن حدود النطاق الطبيعي. هنلاقي الطفل يعمل ايه؟ انا عايزه بس نشرح ان الطفل ايه اللي هيحصل معاه. يا هنلاقي الطفل يا هيكون عدواني مع اخوه او انسحابي، هينطوي انه يعني تمام، يعني الاثنين تقريبا نفس التصرف للسمه الشخصيه او السمه تمام العمريه دي. يعني هي حاجه طبعا طبيعيه او كذا. فلازم نسمح للطفل ان هو يعبر عن مشاعره. احنا طبعا هندي الخطوات العلاجيه دي بعدين، بس انا يهمني نشخص ايه اللي هيحصل مع ابني، وانا هشوف ايه اللي هيحصل معاه. ممكن يمر بمرحله اللي احنا بنسميها مرحله النكوص، يعني مثلا بعد قبل يعني هو كان قادر ان هو يتحكم يعني حمام. في الحمام في ده انا بامبرز مثلا بدا يتدرب على هيرجع لمساله التبول لا ارادي، انا عايز ارضع في البزازه، عايز انام جنبك، يعني كل اللي كان بينفصل يعني كل الحاجات ده. فممكن هيرجع يعمل عمليه نوع من انواع اللي احنا بنسميها زي ما قلت لك اللي هي الحيل النفسيه الدفاعيه، مرحله محاوله الرجوع للحرم او الحنان بقى القداسه هو وحنان الام مش اي حاجه يعني. فهي مساله ان هي دي صدمه. طيب احنا هنعمل ايه؟
طبعا في نظريات بتقول يعني يفضل في مدرستين تربويتين، يا بتقول انه الام اول ما تكون حامل على طول تمسك الطفل وتقول له انه انا كان يعني يعني انا حامل، وتشرح له ايه هو الحمل، وحتى تاخده معاها المستشفى، تبدا تقرا له القصص، تبدا يعني تمام تحضره نفسيا يعني زي ما هي اتحضرت بالمعرفه هو كمان يتحضر بالمعرفه. ايوه يعني تشاركوا معاها. طبعا في مدرسه ثانيه تحبذ لا، انه اول يعني اول ما يقترب مثلا في الشهور الاخيره للحمل، لما يقترب انه الحمل او كذا انه تقول له طبعا بالولاده يعني زي ما قلنا كده احنا يعني في امهات احنا دايما بحب ما اكونش اكون يعني مايله لاي راي يعني حد من المدارس التربويه، لان في بعض الامهات من تجاربهم ان هم لما قالوا لابنهم او الطفل من اول يوم انه حصل يعني كانه نمت عنده الغيره من يعني بشكل مبكر او بدات يعني تعاني منها حتى فتره الحمل. تمام مع اني طبعا انا احبذ لو كنت في حاله من الحب والايجابيه بين الطفل وكان في وعي ادراكي ودايما كان في احنا اصلا طبعا هي العمليه متراكمه يعني شامله في مساله التربيه، انا مش باجي على موقف معين وانا ببدا ان انا اربي، فهي لو كان في نوع من انواع الحوار والتربيه الايجابيه والحب منذ البيت فطبعا هتمر المرحله دي بسلام او هتكون هي خفيفه يعني. فانا بحبذ ان هو نعمله زي الكبير، زي ما انا بخبر اختي وزوجي واسرتي ان انا اخبره يعني اقول للطفل فرد من اعضاء عضو ونقول له ان في ضيف جاي لك وكذا، وطبعا لازم اديله معلومات تتناسب مع سنه المرحله اللي هو بيمر فيها، لا اكبر من سنه ولا معلومات خطا عن ازاي جه الحمل. طبعا احنا لازم نعمل درس مخصوص طبعا عن قصة ان شاء الله ازاي جه الحمل، ازاي اخويا ده دخل جوه بطنك أكيد. عشان انت ما كلتيهوش يعني لان عندهم قناعات اللي هو انا كلته فهو جاء لا في معلومات مرعبه ندي له معلومات تتناسب مع سنه زي ما حضرتك قلت، ده عايزه درس لوحده ان شاء الله، بس اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا هنبدا نخبره يعني يستحب ان ناخده معانا في جوله في المستشفى ومفيش فيها حاجه، نوريله الولادات الجدد. لسه حاله معايا النهارده كانت الله اكبر جايبه معاها اطفالها وجايه بتوريهم البيبي في السونار، فبتقول لهم شايفين البيبي في السونار، شفتوا البيبي، فهم خلاص بقوا مؤهلين نفسيا في بيبي وبيبي ده جوه ده بيكبر وشافوه بيشاور لهم، حتى بيقول لكم باي باي يعني بيحرك ايده كده فبيقول لكم باي باي، نوع التعاطف بدا في تواصل كده صحيح. دي نقطه. تاني نقطه بقى ان احنا نبدا ان احنا اول بقى مشكله هتواجه الام ما بعد الولاده مساله الرضاعه، طبعا سواء الرضاعه طبعا الطبيعيه احنا هنتكلم دلوقتي عن الرضاعه الطبيعيه او الرضاعه الاصطناعيه وكذا، فبس احنا هنتكلم عن الرضاعه الطبيعيه، احنا عارفين ان الام بترضع الابن حوالي من 12 ل 18 مره في 24 ساعه اول 3 شهور بيكونوا او يعني الفتره الاولى دي بتكون فتره صعبه صح جدا، والرضاعه تاخد من نص ساعه لساعه، طبعا غير اعباء المنزل غير الاهتمام بالزوج او كذا، احنا عايزين يكون دور الاب يكون حاضر دعم، دي اهم مرحله يعني دعم. اكيد اهم مرحله طبعا لو الدايره المقربه يا ريت يعني، خصوصا ان احيانا كتير اغلب الولادات دلوقتي بتكون قيصريه او كذا فبتكون في عمليه، فمحتاجين ان يكون في الاهل والجيران والصحاب كل الناس احنا كل اهل الخير كل اهل الخير اكيد لازم ان شاء الله يكونوا في دعم، علشان لما يحصل اي يعني مثلا حتى ممكن الاب يصطحب الطفل يعني الكبير في جوله ما يسيبوش كده هو اللي يلعبه ده الام، في حين الام بتهتم بالطفل الرضيع هو كمان هو بيكون عنده اهتمام من خلال الاب او من خلال كذا، حتى لو هو عنده شغل يحاول ان هو ولو حتى بالليل لو اي مشوار بسيط اكيد في فرصه اكيد في وقت اكيد في فرصه اكيد هنلاقي وقت احنا عايزين نخلقه وهنخلق الوقت اكيد الام لازم تخلق وقت، انا شديها كتير على فكره 10 دقائق نوعيه 10 دقائق نوعيه تستغلها لما يكون الرضيع يعني 10 دقائق تقويين يعني ليه نوعيه دي نوعيه تكون فقط لي يعني احنا عارفين طبعا احنا او اولادنا بيكونوا معانا بس انا بروح بطبخ وباجي وشايفه اللعبه قدامي صح بالظبط انه او مثلا رايحه مثلا بهتم بحاجه او بكلم بالتليفون وانا عماله اكلمه لا انا هقفل التليفون الطفل الرضيع هيكون نايم في بقى مش موجود انا دلوقتي عماله العب معاه 10 انا عشان كده قلت 10 دقايق او ربع ساعه بكتير ربع ساعه تبدا نوعيه يكون فيها تواصل بصري تواصل نظري اي نشاط موجود بقى طين صلصال رسم العاب قصه واضح الفكره فلازم يتوفر للطفل علشان يحس ان هو امي مدياني في عندي اهتمام تمام انا ما زلت مهمه بالنسبه لها ما زلت بدرجه نفس درجه الاهتمام طبعا لسه نفس درجه الاهتمام طبعا وهو مهم جدا
كمان وانا برضع ابني يكون ابني التاني الطفل يكون جنبي، اكون مقطعه له مثلا هو وافهمه واتكلم معاه دايما، يكون في تواصل. على فكره طبعا احنا برضو ده بيحتاج درس تاني اللي بيقول لك التربيه معقده، الكلام ان هو هيكون للطفل الرضيع وكمان لاخوه الاثنين. يعني وانا بكلم الطفل الرضيع اقول له شوف ما شاء الله اخوك ازاي الكبير بكره هو يعلمك ياكل ازاي بالمعلقه، شوف ما شاء الله اخوك، يعني شايف بدون طبعا يعني لا طعن في الاخ الصغير انه انت يعني ضعيف وكذا وما بتعرفش، اصل احيانا في ناس كتير بيعملوا كده. لا انت لا تيجي علمه ازاي يعبر عن مشاعره صح، لا تيجي على حساب الطفل الصغير الرضيع ولا تيجي على حساب الطفل الاكبر يعني. فبالتالي ان انا دلوقتي هكون مثلا مقطعه له للطفل الكبير هكون مقطعه له طبق سلطه بشكل كده جميل، تفاح كيوي موز وكذا، انت عمال تاكل وانا عمال ارضع، ان هو محتاج يرضع وانت محتاج تاكل وانت ما شاء الله شطور بتاكل او كذا تمام. ومثلا هو قاعد جنبي هو قاعد جنبي دايما اقعد اعمل له كده، هو بيقرا القصه الله شوف ايوه اللمس كتير مهم، الله شوف القصه دي حلوه ازاي انه انت بتفتحها وبتقعد تقرا. طبعا في كمان بوصي الامهات ان هم يجيبوها، هي كانت ايام زمان احنا صغيرين كنا بنلعبها مش عارفه اسمها ايه، هي زي اللوحه كده الجلديه او كذا بنكتب عليها وبتعمليها كده بتفتحيها كده فبتروح الرسمه. لو حد فاكر يعني يقول لنا انا للاسف مش عارفه يعني هي مش محتاجه الوان، قصدي يعني مش محتاجه الوان شمعيه او الوان خشب او 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 حاجه توسخ الايدين، وهتلاقي الطفل كتير بي يعني هي يعني بيعبر عنها، هي عباره كده عن قطعتين، قطعه بلاستيك وقطعه جلديه فوق، انت الطفل بيرسم عليها وبيعمل كده هو فبتزول الرسمه وبدانه عمال يستمر في عمليه الرسم. هي لعبه كده انا ان شاء الله ادور عليها بس حد فاكرها يا ريت يقول لنا اسمها في التعليق. دي هتفيدك ان يعني عايزين نعمل حاجات عمليه وواقعيه. طبعا حتى في من ضمن الحاجات انا بس بصراحه ما اقتنعتش قوي بالفكره ان الام وهي بترضع، عارفين الالعاب اللي هي الدومه اللي بتنحط في الايد انه تبدا انها هي بترضعه من هنا وتلعب مع الولد الثاني هناك. بس طبعا ده عايز بس هقول حاجه على حاجه برضو دكتوره ايات، احنا بالنسبه لنا كاطباء نساء ولاده ولينا علاقه بالرضاعه الطبيعيه وبنهتم جدا بيها، فاحنا بنقول اننا محتاجين تواصل بصري مع الطفل اللي بيرضع نفسه كمان. احسنتي، ما انا بقول لك انه يعني قصدنا هي هتلاقي لا انا ما اقتنعتش بيها بصراحه اصلا ما اقتنعتش، لان كمان حتى في الرضاعه الطبيعيه دي موال ثاني انه هي لازم الام كمان في بدايات ده انه تكون مستخدمه ايد الاصبعين الابهامين وتكون يعني مثلا العف مثلا مسكه الحلمه وتكون عشان تنفس الولد فبتسند او كذا. ففي اصلا يعني هو في كلام عن القصه السند دي مش دايما بنكون بنحبزه، بس هي الفكره اننا مهتمين جدا بتواصلها بس بتوصل للبيبي ده هيخلي اصلا اللبن ينزل. بس انا بصراحه اني شايفه امهات دلوقتي بيرضعوا ماسكين الموبايلات فلا اذا تمسكي الموبايلات امسكي دميه لابنك. فانا بس هنا اللي بتكلم عليه، فاللي احنا بنتكلم عليه احنا محتاجين ان احنا نتواصل مع الرضيع ونتواصل مع الكبير، دايما يكون في لغه حوار. اهم حاجه اسيب الطفل الكبير يعبر عن شعوره، لو قال ان انا بكره اخويا اتقبل اقول له انا متفهمه انك انت يعني انك انت مش بتحبه دلوقتي، مش بتحبه دلوقتي لحظه دلوقتي الان بس هو زي ما انت شايف. ابدا ان انا اعمل له اخلاق من نوع من انواع التعاطف، صغير مش عارف ياكل لوحده لازم نهتم بيه، صحيح هو بيعمل دوشه بس يعني بس عادي، هو هيكبر ان شاء الله هيكبر يبدا يلعب معاك، اديله العناصر الايجابيه. بس انا في نفس الوقت لازم افرغ الشحنه، لاني لو ما فرغتش الشحنه سواء لفظا او رسما او هيبدا ان هو ممكن من ورايا لما تزول الرقابه، وطبعا هي مساله ثواني انا للأسف. يعني ثواني ممكن يحصل لا سمح الله الاذيه، فانا بالتالي لازم احترم شعوره وخليه يعبر طبعًا. تمام طبعا هيفرغ الطاقه دي يفرغ الطاقه بشكل ايجابي. طيب ان احنا اللي احنا هنعمله كمان ان احنا لازم نحمله المسؤوليه. طبعا هو في 3 سنين ونص او كذا احنا دايما حتى بننزل دايما اكتر حاجه ان في مهام يقدر هو يعملها، سواء ان هو يرتب العابه يرتب اوضته يهتم يعني بملابسه يساعدني حتى في اعمال المنزل او كذا. طبعا اي حاجه يقدر يساعدني فيها في شؤون اخوه الصغير يا ريت حتى لو انا عارفه ان هو احيانا الامهات بتتعطل يعني تقول انا قادره ان انا بسرعه احميه لسه اقعد استنى لما يجيب هو الشامبو او يجيب الفوطه او كذا، لا معلش نحاول نشرك الطفل الكبير في الاهتمام والرعايه بالطفل الصغير تمام. طبعا ما احنا طالعين على نسخه يستحسن انه دايما طبعا الطفل نحسسه الكبير نحسسه بقيمته، ان احنا طب احنا تحب نروح على اي مطعم نتغدى ولا نتعشى، تطلب ايه نوع الاكل اللي انت بتطلبه، هيحس لا انا قيمتي مختلفه تماما، انا اي حاجه هديله للطفل. طبعا هديله الحب اللامشروط، مساله المدح
اي حاجه. ايه المقصود بالحب لما شوت؟ يعني حضرتك تقصدي ان احنا نقوله مش بحبك عشان انت شاطر عشان انت سمعت الكلام، بحبك عشان انت عملت كلمت، مش بحبك عشان انت او لانك انت بتحب اخوك او لانك انت عملت كده، انا بحبك لاني بحبك انت. مش الفكره وافصل بينه وبين الموقف السلوك السلبي اللي هو عمله. الموقف حاجه وشخصيتك انت حاجه. انا لو انا قلت له انت مش كويس، هيبدا ان هو يحس اول حاجه طبعا نقص في الزيت، انا مش هصلح فيه، مش هقدر اصلحه، ما انا عملت عمليه دمج بين الموقف السلبي خلاص، ما انا بقى لا اصلح، انا مش كويس. فبالتالي لا، انا هحرر طفلي، وده هيساعدني جدا في عمليه تقويم السلوك الخاطئ او السلبي. فهحرر ابني من الموقف واقول له لا، انت عملت الموقف ده والموقف ده يتعدل، بس انا بحبك لاني بحبك، وعارفه انك انت شاطر، وعارفه انك انت كويس. واضح الفكره؟ فدي اللي احنا هنعملها ان شاء الله. في بقى فكره، ودي طبعا يعني اغلب المختصين التربويين بينصحوا بيها الاهالي، وهي متوفره وسهله جدا. ان احنا كلنا دلوقتي معانا موبايلاتنا وبنصور ذكريات الطفوله للاطفال كلها. فالطفل الكبير هنبدا ان احنا نقعد معاه، سواء حتى طبعا من اول ما اعرف الحمله دي، من ضمن كمان الاخبار يعني ان انا هقول له، وحتى لما يجي ابني، يعني لما يجي ابنه، لما يجي الطفل الثاني، يعني ان انا هبدا ان انا افتح اللابتوب والفيديوهات القديمه والصور القديمه من كان هو صغير، واقول له شايف ازاي احنا كنا بنهتم بيك وانت صغير زيه، شوف ازاي بدات تكبر. وحتى ممكن احيانا مش مميز، لا انا مش ما هو مش واعي، مش مدرك ان هو انا هجيب له كل المراحل، هجيب له واحنا كنا بنعمل معاك زيه، وان كنا يعني واضح الفكره. فاحنا يعني هنرجعه وهنفهمه ان هو اخوه بيمر بنفس المرحله دلوقتي، عشان كده احنا بنهتم بيه، علشان كده مش عشان احنا بنحبه اكتر منك، لا. واضح الفكره؟ فاحنا هنبدا الفكره دي. الفكره دي رائعه جدا وعمليه، وجابت نتيجه مع كتير من الاسر من دلوقتي ابداوا فيها، اللي هو الامهات اللي هي حامل، اي ام حامل عندها اطفال تبدا تنشط ذاكرتها. من ضمنها حتى عوامل ان ازاي انا اخبر ابني، انت حتى كنت ببطني، وحتى تجيب له ده السونار، حتى كنت انت موجود، كل الحاجات دي عمليه انعاش الذاكره. وحتى طول ما هو يعني وهي بترضع ابنها، ممكن تفتح الموبايل او اللابتوب جنبها وتقول له شوف انا كنت بعمل معاك كذا، وتجيب صوره القديمه، حتى تقدر تعمل له مونتاج فيديو. مهمه قوي الخطوه دي، مهمه جدا. تمام. طبعا في خطوه تانية مهمه جدا، القصص. قبل ما ينام بقى، قبل ما ينام نقدر ان احنا نقول له، حتى يا اما عن طريق مثلا قصص شخصيات خياليه، او حتى مثلا عن طريق قصص ذكر قصص حيوانات، انه مثلا مره خروف، وخروف مثلا جابوا بيبي جديد، فبداوا ان هم يهتموا بيه، واسقطناها حتى على الحيوانات، ممكن مره نسقطها بقى على البشر، على البشر برضو ابطال يعني خياليين او كذا. فاحنا نبدا ان القصص نوع من انواع العلاج، وبتفيد جدا في هذه الازمات. طبعا ده كده بشكل مجمل وسريع، انه ازاي احنا نهيئ يعني اطرى اعلى، لو يعني الخصها مع حضرتك كده، احنا اول حاجه تحمل نفسها او تكمل نفسها بكميه كبيره من المعرفه، بحيث ان يكون عندها قدره على انها تعرف سمات المرحله العمريه لطفلها، وازاي تتعامل معاه. النقطه الثانيه انها تعرف طفلها الطريق اللي وصله من الحمل بطريقه لطيفه، وبما يسمح لادراك الطفل ان هو يفهمه ويستوعبه. رقم 2 هي اننا ممكن نبدا نتواصل مع البيبي لوقت خاص فيه هو فقط، صح. اللي هو الوقت النوعي او النوعي اللي هو وقت خاص بالبيبي فقط، بالطفل اللي هو الطفل يعني التاني. طبعا ده غير المشاركه الدائمه اللي دايما يكون جنبي، ودايما يكون عيني عليه، ودايما يكون جنبي. لا لا لا، خطوه ثانيه. لكن هي الخطوه اللي قبلها هي خطوه الوقت النوعي، احسنت. اللي هو خطوه وقت خاص فيه هو فقط. عشان كده كنت دايما في النقطه دي بقول لعيانيني في الفتره الاولى من الولاده، الطفل الاول هو مدرك، بس يعني انا اسفه، الطفل الثاني هو مدرك، البيبي لسه مولود ده، بس ادراكه مازال في حدود ريحتها ووجودها وجسمها، لكن مش مدرك قوي لهذا التواصل بشكل كبير. لكن الطفل الثاني ادراكه للتواصل عالي جدا جدا، فالافضل انها بترضع وتدي الطفل الجديد لمامتها، لاختها، للمحيطين، لدايره الدعم ايا كانت ايه. والبيبي الثاني او الطفل الثاني بقى بيبدا انها تحتضنه ثاني، وتزود يمكن جرعه الحنان اللي كانت موجوده قبل كده، بحيث انها تعوض او تحس ان مفيش الموضوع، مفيش فرق كبير يعني. ما اعرفش ده ينفع تربويا ولا لا يعني هو احنا حتى بنتكلم دايما بصراحه، يعني احنا حتى بنقول ليه دايما بنتكلم على لازم كل ام تعرف سمات كل مرحله بيمر بها. شعور الانانيه والغيره دي حاجات فطريه مزروعه فينا، احنا مش هنمسحها، احنا هنشذبها، احنا هنخليها تمر بسلام. بالعكس، هي لو ما كانتش موجوده يمكن ما كناش عملنا. احسنت. يعني مش طبيعي، ما هي دي الحاجات طلعنا، ما كناش يعني دي مشاعر طبيعيه انسانيه. هي الخطوره ان انا يبقى ناضج او كبير ولسه بيغار من اخوه،
طبعا بسوء معاملتنا احنا بعدم يعني احنا بنتحكم، احنا بنفهم الصفه اللي موجوده وبنعرف ازاي نتعامل معها صح علشان ما تطلعلناش من هذه المرحله الطبيعيه الفطريه اللي هي اصلا من مقومات ادراكه لذاته، الحب، العاطفه، الغيره، الكذا، الاهتمام، لمشكله لما هو يكبر. تمام. وبعد كده احنا عندنا بقى الوقت اللي هو المشاركه ما بين في اوقات الرضاعه ما بين الام والطفل اللي بيرضع والطفل الثاني، بحيث اننا بندعمه بالاكل زي ما هو ده بياكل ده بياكل، زي ما احنا بنلعب مع ده بنلعب مع ده. ده من ضمن الحاجات. الحاجات الثانيه اللي هي القصص واسقاط المعلومه على حاجات هو بيحبها زي الحيوانات وغيرها. والحاجه المهمه جدا واللي كانت جديده وجميله فعلا قصه الصور، وان احنا نجيب له صوره القديمه ونبدا اننا نرتبها كده ونقول ده كنت كده بيها وعملوا، فلازم دي وفعلا جابت نتيجه، يعني جابت نتيجه كتير محلات موجوده. وعلى فكره حتى احب اقول حاجه، ان هو ليه لازم نحترم كمان مشاعر الطفل الكبير، لانه مجرد ما انتوا هتحسوا الرضيع بقى هيكبر وهيبدا يتكلم، على فكره هنخش في ازمه ثانيه او مشكله ثانيه، ان هو يبدا يغار من اخوه. يعني الرضيع ده لما هيكبر هيقول لا امي ديت ليا لوحدي، وحصلت مره في حاله عندنا. فالقضيه ان هو دي مشاعر طبيعيه جدا بتمر بيها مرحله الطفوله المبكره، اللي هي الغيره والانانيه والتمحور حول ذات الام. هو شايف ان العالم كله وبداعه العالم كله، فهي الطفل التاني لما هيبدا يكبر يقول لا هو ده جه منين، انه انا دي امي. فكل واحده يبدا دي، بس هي ان شاء الله المراحل لما احنا نكون حكيمين المراحل بتمر بسلام. وبالعكس حتى ممكن من ضمن الخبرات لما يكون الطفل يكون في حوار واعي او ناضج، ابدا اقول له شايف دي اختي، انا دلوقتي بنلعب مع بعض، احنا بنروح نساعد بعض، واحنا كنا هكذا، يعني ان شاء الله باذن الله. وفي النهايه يمكن كلمه واحده بس اللي هنختم بيها، احنا مش مجبرين على اننا نخلف باي حال من الاحوال، لكن بمجرد ما خلفنا فاحنا صح. مجبرين على اننا نربي ونربي صح عشان نولد ذنبهم في رقبتنا في النهايه وثوابهم في ميزاننا. يعني هو مش قصه ذنوب فقط، بالعكس احنا لو ربنا صح واجتهدنا ودورنا على نفس العلم صح. يعني نفس العلم مهم جدا دكتور عياد، يعني احنا الدروس اللي احنا بنقدمها، الدروس اللي غيرنا بيقدمها، المعلومات اللي بتتقال بشكل صحيح ومدروس، كلها مجرد اجتهاد. يعني اجتهدوا في اننا نسمعها، نجتهد في اننا نشوفها. انا نفسي بستفيد جدا من دكتور اياد، واكيد يعني انا متاكده ان في ناس كتير جدا جدا لو بصينا تحت هنلاقي في ناس عامله لنا لايك للدرس ده بشكل كبير، لان هم شايفين ان هم استفادوا، شايفين ان اللايك ده هيوصل لنا الدرس انه يفيد عدد اكبر من الناس على اليوتيوب، يرشحوا على اليوتيوب كمحتوى هادف ومفيد لكل الامهات في اجتهادهم في تربيه وفي زياده ميزان حسناتهم في تربيه اولادهم. بنشكر جدا جدا دكتور اياد حقيقي. احنا يعني ما كناش هنعرف ناخد هذا الكم من المعلومات بهذا القدر وبالثقه دي الا مع حد زيها. تسلم تسلمي فعلا. وبنشكركم جدا جدا على التواصل معانا وعلى انكم بعتوا لنا سؤال زي ده، وبنشكر الحاله اللي سمحت لنا اننا نتكلم عن وضع زي ده واننا نشاركها ونقولها خطوات الدعم 1 2 3. ولو في اي استفسار تقدروا تكتبوه لنا في التعليقات، وعلى قد ما نقدر هنحاول اننا نستأذن دكتورة اياد في انها تردنا على الاستفسارات المتاحه اننا نقدر نرد عليها واللي نقدر نعمل عليها حتى دروس بعد كده. حتى دكتورة اياد في مجال التربيه فيديو ان شاء الله باذن الله. احنا عاملين قائمه تشغيل كامله بنتكلم عن حياتنا الاسريه وعن حياتنا الاجتماعيه، فهتلاقوا الرابط بتاعنا موجود في اخر الشاشه، وهتلاقوا ايضا في صندوق وصف الدرس. نشوفكم على خير في كل الدروس اللي جايه واللي فاتت، وما تنسوش تشوفوا اللي فات وتتابعوا معانا ان شاء الله الدروس الجديده. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.